صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صوفي يعمل الموالد ويرفع صوته بالأذكار والأدعية عبر الميكروفونات، ويقول: أنا أذبح عند القبر لأن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنا عند الذبح أقول بسم الله، ويتهم أهل السنة أنهم يكفرون الناس، ومهما نوقش فهو مصر على صوفيته، فكيف المعاملة معه؟ وهل يجوز صلاة الجمعة وراءه مع العلم بوجود مسجد ليس ببعيد لأهل السنة؟ إذا كان يذبح عند القبر تقربا إلى القبر هذا مشرك، الشرك الأكبر، وليس بمسلم، ولا تجوز صلاته وهو ما تصح، فكيف بالصلاة خلفه؟ فما دام فيه مسجد لأهل السنة فاذهبوا إليه والحمد لله. نعم.